السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا فكرة خطيرة خطيرة خطيرة. عندنا طرحة هنعمل منها فكرة حلوة جدا تنفع لأي مناسبة عندك. هنعمل فستان أو هنعمل تونيك كده طويل بطول الطرحة ينفع لأي مناسبة عندك. هتجيبي الطرحة وهتقسميها كده بالنص، هتظبطيها على بعضها كده وبعدين تتنيها على بعضها بالطول ونظبطها كده كويس. هنيجي من هنا، احنا طبعا كله هنعمله بالشمع لكن اللي عندها مكنة وهتخيط تخيط نقطة شمع. هنيجي هنا هنعمل حردة صغيرة، بيبقى بالنظر كده نعمل حردة صغيرة عشان لما نفتحها هتبقى حردة الرقبة. بسم الله. قصينا كده اهي، اهو الجزء اللي احنا قصيناه، يعني بالنظرية كده هتقصي حردة صغيرة وهنفتح كده هتكون هي حردة الرقبة معانا اهي. هنرجع نضمهم تاني على بعض كده وناخد مسافة شبر بإيدك كده، وبعد كده نلزق أو نخيط من أول هنا علشان تكون دي فتحة الكم. نلزق كده الأول دي طريقة بسيطة قوي، وممكن تعمليها في اي نوع طرحة وتنجز معاكي لو انت عايزة حاجة جديدة تلبسيها في اي مناسبة. اهو كده لزقنا اهو، وهنا فتحة الكم. عايزة توسعيها اكتر من كده ممكن توسعيها اهي، ولزقنا الباقي كله. هنبدأ بقى هنا برضو نلزق كده للآخر. كده لزقنا اهو الناحية دي والناحية دي. هنيجي بقى عند الرقبة او فتحة الرقبة، علشان يكون ليها وش وظهر هنظبط ايه الوش بتاعها. وهنعمل فيه حاجة بالستان. هنيجي هنا لو انت مش عارفة تتني هتحطي الستان كده وتتني عليه بالستان كده. لو انت مش عايزة تتني اساسا هتحطي عليه شريط الستان على طول بأي شكل بقى. هنحط كده شريط الستان، دي أسهل طريقة إن احنا أساسا مش هنتني حاجة خالص ولا ايه هنتعب خالص كده. احنا طبعا علشان حردة الرقبة بتكون دوران فاحنا مش هينفع نعمل الستان بالدوران، هتلاقيه مش مظبوط معاكي. فاحنا الجزء اللي قدام ده هنعمله قصر علشان يتظبط معايا شريط الستان وعلشان الحردة تبقى مظبوطة كده. نلزق من ورا وبعد كده من قدام نعمل كسرة كده لحد ما توصلي هنا، وبعد كده هيمشي معاكي عادي. اهو كده عملنا الجزء اللي قدام اهو، وبعد كده هتلاقيها اتفردت معاكي عادي من غير ما شكلها يبوظ. هنقص كده ونكمل ورا
بنفس الطريقة. عايزة تتني ورا بقى براحتك، ممكن كمان نتنيها ورا بس ونخلي الستين من قدام كده اهو، كده اهو. عايزة تحطي ستان برضو حطي، عايزة تتني اتني كده، هنتني كده بسيط بس، هنتني مرتين علشان يكون شكل الحاجة كويس كده لحد ما نخلص الاخر. جبنا عقد قديم مش بتلبسيه، وهناخد منه خرز ونعمل كده هنا على اول الستان من الناحية دي ومن الناحية دي، واي جزء منه برضو تاني كده. برضو نلزقه هيدينا شكل حلو كده. وبكده عملنا بلوزة او فستان من طرحة قديمة، ينفع لأي مناسبة بطريقة سهلة وما خدش مننا وقت. يا رب تكون الفكرة عجبتكم والفكرة سهلة وتنفذوها. لو عجبتكم الفكرة حطولي لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، والسلام عليكم.